من مميزات الليك لوك ده ايه؟ ان في ظرفاء في حياتنا وخاصة في الوسط الفني ما بيجيش الفرصة لكل الناس ان هم يعرفوهم. هم بصوا انتوا كتير مننا عارفوا جدا، هو مشهور جدا ما شاء الله عليه، بس الجانب اللي كلوكي اللي فيه أيوة. لسه لم يظهر ولا يعرفه احد. فانا هبدا لكم معاه من الاول، يعني بدل ما اقدم واقول اسم انا هقول لكم ايه. كان عنا طحون على نبع المي قدام مساحات مزروعة في، وجدي كان يطحن للحي قمح وسهرية. حبيبي تامر حبيبي يا جماعة، الراجل ده هو مؤلف سهر الليالي، وهقول لكم على لستة الأفلام لما نرغي أنا وهو مع الوقت، من أهم كتاب الرومانسي واللايت كوميدي والاجتماعي اللي في مصر على مدى العشرين سنة اللي فاتوا. باختصار كده عشان ما أقعدش إيه أضيع وقت. تصدق بقى 21 سنة فعلا الموضوع ده لا يا راجل، مصحف مصر فيها جامد جدا. شفت إحساسي؟ لا بس أنت لسه صغنن. الحمد لله صغنن طبعا، هم اللي كتير أنا ماليش دعوة. من أين أبدأ معاك؟ بص ما أقدرش إلا إني أقول لك الأول، من إنك بتعمل فيلم واحد اللي هو سهر الليالي، فرحان قوي بنجاحه ومش عارف تعمل ايه، والجنان الاولاني الحلو ده للحظه اللي انت فيها 21 سنه دول، لخصهم لي. عنب يعني 21 سنه عنب بشكل عام. بشكل عام حلوين فيهم طبعا شويه ملخصات يعني بس حلوين، بس رحله حلوه جدا جدا ما كنتش اطلع غيرها يعني. يعني عمري ما كنت اشتغل حاجه ثانيه. قعدت يا معلم بشتغل قبلها 3 سنين محاسب قبل ما ادخل معهد سينما. يعني اولا يعني ان انا شهادتي دي لوحدها انك دخلت كليه التجاره اللي هو ده الجراج كل البشر بيدخلوا. اصلا انت مش عايز تذاكر بالظبط كده. وبعدين وكنت ادبي ودخلت تجاره وحاجه اخر عك. وبعدين اشتغلت فاللي هو ايه، كانت اكتر حاجه بتزعجني جدا في شغلي ان انت ممنوع تلبس جينز من 9 ل 5. ليه؟ يعني ايه؟ بأمارة ايه؟ وبعدين انا ما كنتش بتعامل حتى مع سام مع جمهور ومع يعني ناس زي انا بشتغل محاسب في مكتب. ان شاء الله يعني ما البسش جينز بالظبط كده. مين المعقد اللي حاطط كده؟ قادر افهم وبعمل حاجات ما بحبهاش وانا حمار في الارقام جدا وشغلتي كلها ارقام ماشي وبتاع. ايوه صح. ايه اللي جابني هنا؟ لحد ما جه اليوم بقى اللي معلم قلت جاي ده جه ده جه. يعني هو فعلا عارف اللي هو لما بدات لما فرجت كنت وصلت لمرحله بقى ان انا ايه هنتحر خلاص. ماشي جاي هروح على الكارير اللي انا عايزه اصلا ولا هفكر دلوقتي في من جديد بقى؟ لا لسه لا هروح الكارير اللي انا عايزه. يعني انت كان في دماغك فكره انا قدمت على المعهد بعد ثانويه عامه وما قابلتش. اوكي لو عليا يعني ده حلم بتطرده اصلا ومش ماشيه فرحت راجع له. ده حلم بطرده يعني من ايام ما كنتوا انتوا اطفال قد كده. أيوة كنت قاعد لازقينهم كده. انا شفت أيوة سيد شغال يا معلم اكتر من عبد الامام. أيوة انت بتتكلم في ايه؟ ما حدش ساعات بيعرف يشرح الملكه ولا الموهبه بتاعته، بس يمكن ساعات ربنا ينعم على الواحد كده. انت اكتر حاجه شدتنا في ورقك يا ريس انك انت لفقت كام حدوته حقيقيين قوي وصح قوي وعملتهم في وقت واحد في يوم، وجايب جمل بتوجع حقيقيه من جوه البيت قوي. يعني هل انت كنت قاصد تلعب ده ولا انت ايدك مشيت كده؟ بص لا كنت عايز اشتغل سينس، كنت عايز اشتغل سينس وعايز لا سيناريو. عايز تلعب التركيبه اللي انا مبهور بيها دي؟ لا لا ودي جت ايه، دي جت بالحظ في الوقت أيوة اللي انا يائس فيه ومش يعني ايه. كان قبلها عندي محاولتين وخلاص وافلام وماضيتهم وهنشتغل وبتاع ويعطل لاسباب انتاجيه وبتاع واحبطت واتضايقت وبتاع وقعد بقى مش طايق نفسي. فربنا جمعني براجل عظيم جدا جدا اسمه داود عبد السيد. ايوه فقال انا قاعد بس الفصلي كده بقول له انا محبط يا استاذ داود وبقى فيلمين ما يقفوا قبل ما اعرفش ايه وبتاع. قال لي انت عارف انا اول فيلم ليا ده الفيلم رقم كام اللي انا كاتبه؟ قلت له كام؟ قال لي 10. بس انا عامل زي ناموسه يعني ايه يا نهار اسوح وده ايه الاستاذ داود عبد السيد يعني. فقال لي بقى حاجه يعني قال لي بص الحاجه الممتعه في مهنتنا في انك بتستمتع بممارسه فعل الكتابه وانت بتخلق شخصيات وانت بتسمعهم بيتكلموا لان انت بعد شويه انت بس بتعرفهم وبتحطهم على الورق وبتبتدي ايه هم بيملوك. ايدك بتمشي بقى بالظبط كده. فقال لي اعملها لمتعتك الشخصيه. فكنت باختصار قال لي ده وانا متاكد مش هتعمل. تعمل ايه يا معلم؟ انت ايام السينما النظيفه وايام البطل الاوحد الكوميديان وانت عندك 8 فيهم خيانات وفيهم درمغه وفيهم معرفش ايه فكان صح بكل الطرق. فانا بكتبه لمتعتي الشخصيه وانا عندي يقين انه مش هتعمل. ده عشان كده طلع حلو بالظبط. انا مجرست كم واحد صحابي بس يعني بقول لك ايه
ده شيء رائع. هي دي مش تجريسه خالص. انا ضد اللي انت بتقولها بافيه بس انت عارف انا ده مش ده من اكتر الخدمات اللي الفن بيقدمها للمجتمع. لا والحمد لله ما عادش زعل يعني ال في حد بينسى شط منى زكي وهي بتعيط وقال على الحجاب وبتقول له انت مع كام واحده غيري؟ طيب هو ده مش مؤثر في البيوت؟ مش مقوي الستات على انها تتجنب ده والرجاله بتتكسف على دمها شويه؟ صح ولا لا؟ طبعا ما ليه مميزاته برضه. وبعدين ده انت في الفيلم ده بقى خليت اللي سايبه جوزها ورايحه الحلم النزوة تراجعت وما قدرتش. انت كمان خليت البراءة انتصرت يعني حاولت وجوزت العلاقة اللي ماشيه غلط. طبعا انت كنت ممتاز. اصل انت كلمت عن الناس اللي في الدنيا حواليك شبهك. مظبوط. يعني مفيش وهم كلهم كويسين. بالظبط. يعني طبعًا. كل قرفهم في الاخر النتيجة الناس دي كويسة. بالزبط. طيبين. طبعا. او عايزين خير. عايزين او بعد مش قصدين يبقوا مؤذين. مش عايزين يأذوا. بالظبط. مين مشهور بيفكرك بالفلفل الرومي؟ والله هتلاقي حد. توتا. حبيبي. شوية أنا بفكرك بالفلفل الرومي مش شوية. من الشربطات ده. يا خرابي يا خرابي. وقول لرباني كده. مش ممكن. رومي حلوة ماشي. مين جزرة؟ ممكن ماعز الدين تبقى جزرة. يا أخي حلوة. حلوة. حلوة عشان اللون كمان. شبت. هتلاقي روحه جاب فكرتك بحد مش هتبقى شبهه. مش عارف انا جيت بالي نجاح الموجي معرفش ليه. الله ممكن معرفش والله. هي كده دوم. قول مدام ضحكت يبقى جيت بالك حد دوم. استنى لا انا متخيل بقى اصلي ممكن هتلاقي حد جيب يعني ادوارد مثلا. مين زبادي بالعسل في الخلاط؟ الله يسر. يا لهوي وبسرعه مش محتاجه تفكير. طبعا صح. دوق طعم حلو يبقى يوصل على طول. مين دحلاب الدمعه؟ مش بمعنى وحش لا بمعنى انا رايح يبقى عادي وفجاه تلاقي عياطك. دينا الشربين هي اللي تعيطني ولا هي اللي تعيط؟ لا هي تعيط. انا بالنسبه لي تبقى مش متصور انك هتعيط من الشخص ده حالا ويعيطك. انا بتحصل لي مع فؤاد المهندس مرتين. اولا رايح اجيب الديب من ديله دي بتعيطني بجد. اللحظه دي بينه وبينها لحظه الفراق في الاخر خالص. ولما في الشموع السوداء لما بيفتح صالح سليم فبيقول له ضربني كده يقوم ماسك ايده بايسه في ثانيه يا معلم بعاي. انا عموما الكوميديانات يعيطوني اسرع بكتير من التراجيديان. اثرت فيا بالاجابه الجميله. عارف انا مين؟ يحيى الفخراني في مشهد لما كان بياكل بليله في ماما انا ما كنتش متخيل انا هعيط. تخيل انا بتفرج وشفت هو بيكلمها وهي بتموت على السرير وعادي ومصر كلها قاعده تتكلم على البتاع وبعدين بياكل بينتحر. كان بينتحر. لا يا ساتر. انا بص يعني بقى اشعر. اصل انا تحديدا بقى بما اننا دخلنا في كده انا علاقتي انا وامي احنا مره وحياه ربنا الله يرحمه كنا قاعدين بنتفرج على يتربى في عزه وهم يعني يحيى الفخراني وكريمه مختار قاعدين بياكلوا في شارب بيتفرجوا على التلفزيون وانا ماما بناكل في شارب بنتفرج عليهم. فانت فاهم توحد مع دول خلاص. فاهم بقى انا وما كنتش مخون خالص يا روح ان ماما نونه تيجي. ماما نونه هتمشي. يوسف معطي عملها في مصر. انا كلمته قلت له مش مسامحك. انا مش مسامحك. انت ليك حدود. انت كده فوق مستوى. والله العظيم وجع القلب كده. ده وجع اكتر وجع تراجيديا بكتير. انا فاكر كنا في رمضان وقاعدين معزومين على الفطار وناس كتير صحاب كده وبتاع واول ما لقيت كده وكانوا قاعدين في الجنينه بتاعت راجل صاحبنا ده وهو حاطط بروجيكتور كبير جدا وفي اطفال صغيره بقى واولاد الناس وبتاع اولاد اصحابنا يعني ومش عارف ايه وفجاه لما لقيت ان ماما منونه نامت لما ماما نونه ماتت رحت قايم قلت لهم لا مش هكمل جات لي حاله هستيريه والعيال بقى مش مصدقين النموذج ده بخل بقى كده وماشي متحرك ومش موافق موجوع انا بقيت حاسس ان انا عايز اروح اعزي يعني انا عايز ماما نونه امتى مين فيحاء الورك؟ استنى هلاقي لك في حال ورك باسمها الخشاب. سهله صحيح. ما ليه بيعطلوا فيها دي ما هي فيها ايه لو عايزوا فيها لا هي في حال ورك حلوه سمية وهياتم تنفع في الجيل اللي قبلنا. مين اشكي في المسرح؟ انا لسه قايل فؤاد المهندس في حته ثانيه بس هو يمشي اشكي في المسرح. عادل امام يا معلم اشكي في المسرح جدا 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 جدا. علي ما انت بيمشي في اجابات كتير وهيتعبني. الناس بتزعل في الكومنتات تصدق اما بيجي سيرته كتير في انا مش قاصد والله يا جماعه هو عظيم قوي يا عم والضيوف كلهم بيجيبوا سيرته والله مش انا. انا دي علاقه غرام. اعمل ايه؟ علاقه غرام في حياتي. هو ينفع اشيف المسرح يا ساتر يا رب. طبعا يا لهوي تيكو انا من كتر المواضيع اللي انا عارف ان لو رغيت معاك فيها هننبسط مش عارف عشان اختار كده انا جاي نقعد نلخلق. تقدر تحكم على ستات مصر كلها حكم لمده يوم وينفذ حكمك ايه تحكم بيه؟ احكم عليهم كلهم يسكتوا.
من الاجابات اللي انا وانا ما في يعني سالت السؤال ده مرتين لما بعكس مع الضيوف في مره منهم قلت يسكتوا كانت حلوه قوي يوم بس ده بقول لك ايه ده انت ده هيكرهونا يعني لو نفذت يوم حكم زي ده هيحصل لهم حاجه ده لو قدروا اوحش حاجه ايه في الست غير موضوع الرغي بجد بتضايقك صح هي مش اوحش حاجه هي اكتر حاجه مختلفه بين الراجل والست ان الست عايزه لما تحصل المشكله نفضل نحلل ونحلل واستنى بس كلمني لا ومش عارف ايه الراجل خلاص بقى ايوه خلاص أيوة يعني أيوة صح فهو اختلاف الطبعين بيحسسك ان ده ابشع حاجه فيها يا ستي خلاص ما خلاص مش هعمل كده تاني هدي مصحف حياتك عليك ايوه هم بيعصروا الفرديه وبعدين بقى ذاكره ايه يا معلم يعني يبقى الاتفاق خلاص دي بتخوفني يا راجل تفضل طول العمر ايوه صح عشان كده لازم تبقى صادق احسن واريح لا بقول لك ايه انت مش صادق هم عندهم ترمومتر يا ساتر هم بيتعيا خاصه لو عشرتك خلاص يعني انت مع العشره هي بتحفظ امتى انت بتكذب خلاص بتلاقي يا عمر هم بتجي لهم الخبر وحياه ربنا انا عندي واحده صاحبتي حلمت والله العظيم حلمت صح يعني صح يعني مفيش كده ده غير الكونكشن العنكبوتي طبعا هم تلاقي عارفين مين خرج فين وراح ايه وعمل ايه ومين معاه مع بعض بطريقه يعني بس الوقت المصلحه يعني خد بالك ساعات يهضروا بعض بقى بضحك انا طبعا ده لما تبقى حاجه لما حاجه اصل هي فيها جزء من الغدر اللي هو انا بحس كده ان هو يلا لا بتتخاني انما انا ما بتخانش ما هو برضه ساعات لما تحسهم عاملين قلق كده تفرح لما يقعوا في بعض برضه يعني يجي لك شويه تضحك اصل هم كمان خناقاتهم ممتعه انا بحب اتفرج ايوه خناقات تافهه قوي ومولعه الدنيا يعني ممكن تاج على صوره شكلها مش حلو فيه تبقى مشكله شهرين احنا يا غلابه برضه صح سهلين لا 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 احنا عندنا نوع تاني من النيله بس ايه يعني هو بقى النوع يعني النيله بتاعنا اديني بقى اوحش حاجه في الرد لا احنا عندنا اولا انشف يعني انواع خناقاتنا انشف وممكن يبقى ردود افعالنا ناحيه بعض يعني too much. يعني هم ممكن انت تكتم وبتاع بس انا ايه هفضل كده شايلها لك يعني هم برضو بيفرغوا احنا فهمتك ماشي